السلام عليكم. اليوم مع وصفات امي، جبتكم وصفه المطلوع في المقله، ولا اسهل، سهل، اخفف، رائع. طريقه مبسطه، يعني قلت لكم طريقه مبسطه. دائما يجوني تعاليق ام وليد مطلوع سهل. هذه الوصفه اكيد راح تنال اعجابك وتجربيها وتنجحي فيها. تبعي فقط للاخير باش تكتشفي الطريقه كيفاش حضرناه. اذا العجينه واش نحتاج فيها؟ عندي هنايا غرفيه، اي غرفيه تاع الشوربه عندك في الدار استعمليها، غرفيه تاع سميد الرطب مع غرفيه تاع فرينه. اذا نديرو عبر بعبر، يعني عبر فرينه وعبر سميد رطب. اذا بهذه الطريقه واش ندير معاهم؟ ندير معاهم مغرفه كبيره نتاع خميره الخبز. اذا ها هي مغرفه كبيره تاع خميره الخبز. نزيد معاهم مغرفه، نص مغرفه كبيره نتاع السكر. يعني هذا واش فيه المطلع. نخلط هكذا هاد المواد الجافه، من بعد نزيد عليهم كميه تاع الملح اللي تكفيني. من بعد نلم العجينه تاعي بالماء دافي، يعني ولا اسهل. عرف يعني المطلوع راه باين العجينه تاعو ما فيها والو غير ماء وملح وخميره. انا عندي هاد الجفنه صغيره، كي نحب ندير غير كميه قليله نتاع مطلوع ندير فيها. اذا نلم العجينه تاعنا مليح. اذا بعد ما لميتها، يعني في الاول اللي لميتها فقط، من بعد لازم لها دلكة. اذا ندلكها شويه، انا يعني ندلكها حوالي نعطيها واحد هكذاك 5 دقائق. اللي عندها البيتخام طبيعه الحال تقدري تستعملي البيتخام، ما عندكش تستعملي يدك. المطلوع اللي يكون فيه فرينه وسميد ما يعيقش بزاف. اذا ندلكها حوالي 5 دقائق. بعد ما دلكتها هكذاك حوالي 5 دقائق، شوفوا العجينه كيفاش تولي رطبه. لكن العجينه تاع المطلوع تحب تكون مطلوقه، يعني ما تكونش هكذا شاده روحها. نزيد شويه تاع الماء، دائما كي نزيدوا الماء في الاول يعني نعطوها بالدبزه هكذا، ندخلوا هذاك الماء مليح في العجينه. يعني هذه الطريقه الصحيحه. بعد ما دخلت الماء نشوف القوام تاع العجينه. دوك هنا تتحكمي في الماء. دوك راني حبتها تكون متلوقه على هكا. العجينه تاعي راهي مازالت، نزيد لها شويه تاع الماء، يعني نبقاو بهذه العمليه. نزيد الماء، ندخلو بالدبزه وندلكها شويه حتى نتحصل على القوام المطلوب. اذا هذه العجينه شوفوا كيفاش تحسيها انه تلصق شويه وطريه. نعطيها هكذا دلكه خفيفه والعجينه معنا راهي واجده، يعني ما تشدلكش كامل اليد، خاصه لا درتي يعني كميه قليله كيما اللي درتها انا نهار اليوم. من بعد ما كملت انا نحب ندلها دهنه بالزيت. دوك كل واحد كيفاش يخدم. اليوم نعطيكم الطريقه باش تجيكم سهله، يعني اي وحده مبتدئه تطبق هذا المطلوع رايحه تنجح، يعني رايحه ينجح معها. اذا نديرها هكذا الزيت من برا. اذا من بعد واش ندير؟ نحكم كيس بلاستيكي يكون نقي، نديرها في هذاك الكيس بلاستيكي هكذا، نخلي له المكان يعني ما نغلقوش نزير، ونغطيه بطرشون ونخليه يخمر على الاقل واحد النص ساعة حتى 45 دقيقة، حتى تحسي انه ضاعف الحجم تاعو 3 خطرات. اذا نخليه يخمر في غرضو ومن بعد نعاود نرجع لكم. بعد ما خمرت العجينة خليتها انا حوالي 45 دقيقة، شوفوا كيفاش ضاعفت الحجم تاعها. اذا راح نحيها من هذاك الكيس بلاستيكي، وشوفوا كي ديري الزيت ماهيش رايحة كامل تعذبك. الان واش ندير؟ رايحة نقسمها على 4. اذا راح ندير منها 4 تاع الخبيزات. اذا نقسمها على 4 بهذه الطريقه ونشوف
اذا ندرسها هكذا غير بيدي، يعني غير بالزيت، الزيت راه مازال زاد فيها. نقرصهم في ربعة، بعد ندلهم شويه تاع السميد الرطب، نبدا نديرهم في السميد الرطب هكذا ونخليهم يرتاحوا. لازم هذه المرحله لازم نديروها، يعني من بعد ما تقرصيهم في السميد الرطب نديرهم يرتاحوا على الاقل على الاقل 5 دقائق. اذا نديرهم في السميد ونخليهم يرتاحوا 5 دقائق، نغطيهم بطبيعة الحال، لازم نغطوهم 5 دقائق ونرجع لهم. بعد ما خليتهم يرتاحوا 5 دقائق فقط راهي كافيه. شوفوا كيفاش ولاو خفاف هذوك الخبيزات. اذا نحي نخلي غير وحده، اذا نحكمها ونخبزها بالسميد، راح تكون سهله غير بيدي. شوفوا هذوك الفقاعات اللي خرجوا، باين انه العجينه خفيفه بزاف. اليوم انا مش راح ندير المطلوع تاعي كبير بزاف، راح ندير خبيزات هكذا متوسطين في الكبر باش يجوا ساهلين على يديكم وفي الخدمه. اذا نقرصهم هكذا، الا حسيتيها تلصق شويه ديري لها شويه نتاع السميد الرطب. اذا ونفتحها هكذا معبره، ما تكونش خشينه بزاف لانه المطلوع تاعنا اليوم فيه الفارينه، ونعرفوا انه الفارينه يعني تطلع. ها هو الخشن تاع المطلوع تاعنا، لاحظوا معنا مليح. من بعد درتهم فوق ترشون بلا ما نزيد السميده، مش راح يلصق ما نخافوش عليه، نغطيه ونخليه يخمر 15 دقيقة فقط. كي تجوز 15 دقيقة ندير المقلة تاعي تسخن ونبدا نطيبو في المطلوع. بعد ما جازت 15 دقيقة ها هو عاود طلع لي، لكن يطلع حاجة قليلة لأنه أصلا فتحته رقيق. إذا ندير المقلة تسخن ونبدا نطيب في المطلوع. المقلة تاعي راهي سخنت، اليوم حبيت ندير في المقلة باش أي وحدة تقدر تطيب هذا المطلوع، واللي حبت تطيبو في الطاجين بطبيعة الحال طيبو في الطاجين. إذا نرفد الخبزة ونحطها الطيب. اذا بسم الله نديرها على المقلة ونخليها حتى يدخلها طياب شوية، غير يبدأ يتنفخ تنخيفة يعني النفخ الاول نقلبها. شوف يعني مازال ما طابتش كامل، غير تبدأ تتنفخ نبدأ نقلب فيها. النار ما تكونش قوية بزاف، تكون متوسطة. اذا ونبقى نطيب فيه، يعني هذا من اسرار المطلوع باش يجيك خفيف وما يجيش القشرة تاعو خشينة ويابسة. اذا نبقى نقلب فيه. اذا من بعد نزيد نقلبه، وجربي كيفاش ما تثقبيش كامل الخبزه هكذا باش يتنفخ لنا. شوفوا شحال طلع رغم انه الخبزه درتها بزاف رقيقه. اذا من بعد نزيد لها شويه النار، شوفوا هذاك المطلوع كيفاش جاء، الله الله عليه. من بعد نبقى نقلب فيه حتى تشوفوا هذاك المطلوع تنفخ. شوفوا فاش تنفخت لنا الخبزه، بقاي تقلبي فيه. يعني في الاول تكون شويه ناقصه النار، من بعد زيدي له. اذا ها هو معنا هكذا باش يجينا خفيف. من بعد نبقى نقلب فيه هكذا في الاطراف، نحطو كيفاش تنفخ ويجي فارغ بالداخل. اذا نبقى نقلب فيه هكذا باش نطيب له كامل هذوك الاطراف هكذا باش نحمروهم. اذا نكمل نحمرها ونطيب الخبزات اللي بقاو لي. هذه الخبزه الثانيه كما سبق وذكرت، تبقاي تقلبي فيها كل مره اذا حتى تشوفي الخبزه تاعك تنفخت. لاحظوا كيفاش تعمرت بالنفس الداخل، فقط كي تكوني تقلبي فيها ردي بالك انك تثقبيها باش تنفخ لك. اذا ها هو معنا المطلوع تاعنا، من بعد نبقى نحمر فيه هكذا في الاطراف، صاير داير ونحيه. اذا ها هو المطلوع بعد ما كملت طيبته. دائما كي طيبي الخبزه وهي سخونه غطيها، يعني ما تخليهاش هكذاك الهواء باش ما تنشفناش. اذا ها هو معنا 4 خبيزات، غرفيه تاع السميد وغرفيه تاع فارينه، جا ولا اروع. كيما انا اليوم شويه عريض، اللي تحبوا رقيق تقدري تزيدي ترقيه وتزيد تكبر لك شويه الخبزه. اذا راح نقسم لكم منه باش تشوفوا القوام تاع هذا المطلوع. شوفوا شحال طري، رائع البنات، جا هايل وجا يشهي. اذا بسم الله رايحين نقسم منه، شوفوا كيفاش يجي، يجي فارغ من الداخل. حتى ولا حبيتي ديريه يعني دي ساندويتش للدراري زيدي رقيه شويه وراح يجيك نفس الشكل. شوفوا شحال خفيف، شوفوا شحال هايل،
نتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابكم. تقدروا تزيدوا ترقوه ولا ديروه خشن كما درتو انا نهار اليوم. تبعي الطريقه فقط، لكل وحده طلبت مني المطلوع. ها هي طريقه مبسطه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.